طبعا كلنا عارفين بنفتح ازاي الباوربوينت، تمام. طبعا الستارت منيو نجيب نختار، هو من ضمن مجموعة الاوفيس بنختار الباوربوينت، بيفتح عندنا بالشكل ده. تقريبا الجزء اللي عندنا ده في الهوم هنا ده بيعمل لي تنسيق في الكلام، شكل الكلام، الخط، الفونت بيكون شكله ايه، الفونت حجمه قد ايه. وقلنا الباوربوينت عبارة عن حاجة اسمها سلايدز، شرايح، كل شريحة دي تعتبر زي ورقة كده بشرح فيها جزء معين. السلايدز بتبان في الجنب هنا عندي، تمام، بتظهر في الايه، في الجنب الشمال ده، لو الباوربوينت بالعربي هتظهر في الجنب اليمين. دي كده اول سلايد عندنا. بيظهر عندي سلايد واحد، وبعد كده ممكن اضيف ايه، اي عدد من السلايد اللي انا عايزه تاني. بضيف سلايد ازاي؟ بجيب سلايد عندي هنا، في كذا طريقه ممكن اضيف بيها سلايد. ممكن عندي هنا اجي في الجزء بتاع هوم ده، جزء الهوم هنا، واختار سلايد، نيو سلايد، تمام. وفي سهم صغير جنبها كده بيقول لي خلي بالك انت ممكن تختار شكل من الاشكال دي، يعني الشكل سلايد اللي هنكتب فيه ممكن يكون بالشكل دوت، مثلا عمودين هيبقى في جزء معين هنا هنكتب فيه حاجة، وهنا هنكتب فيه جزء تاني، او بالشكل ده او بالشكل ده، حسب الشكل اللي انا ايه اختاره. لو ضغطت هيجيب لي اول شكل اللي هو الايه الطبيعي، ضغطت من هنا كده على طول هيجيب لي الشكل الطبيعي بتاعنا، انما لو ضغطت على السهم واختار الشكل الايه اللي انا عايزه، تمام. طيب فبضيف بقى عدد السلايد اللي انا عايزه. طيب لو انا عندي سلايد انا خدتها، انا اشتغلت عليها وظبطتها، وبعد ما ظبطت السلايد اللي عندي عايز اخدها هي هياها، بحيث ان ايه اعدل فيها تعديلات بسيطه بس، يبقى نعمل ايه، ممكن اخد السلايد كوبي، وبعد كده نقوم جاي ايه من كنترول سي، كنترول سي، وبعد كده كنترول في، هياخد السلايد ايه كوبي وبيست على طول. يبقى انا كده عندي ياخد السلايد ويضيفها تاني، تمام. طيب ده بالنسبه لموضوع السلايد. طيب ده الجزء بتاع العمل بتاعنا اللي انا بشتغل فيه. طبعا اختار السلايد اللي انا هشتغل عليها الاول. ادي ده اول سلايد، دايما بيكون بيكلمنا عن العنوان بتاع الموضوع بتاعنا، انا هتكلم عن ايه، يعني السلايد ده بيكلمني يقول لي الدرس بتاعك هيبدا عن ايه، او الفيديو بتاعك هيبدا عن ايه. فهنا بيكون دايما ايه عنوان، تمام. يعني مثلا لو عملنا هنا مدارس المصريه، تمام، واجي هنا عنوان فرع تاني شرح برنامج ده مثلا الجزء بتاعنا. مشكلة الناس اللي دايما ما بيهتموش بموضوع الايه الشكل بتاع، يعني انا خلاص عملت الشكل ده وابدا اشتغل في الفيديو بتاعه، لا انا عايز اعمل حاجه بشكل احترافي شويه وشكل كويس ومش هتاخد مني مجهود. الحاجات اللي هي الاحترافيه يا جماعه معانا اللي بتخلي شكل الفيديو كويس والناس ما ايه بتشد انتباه الناس، موضوع الفونت، الخط، والالوان، والحجم، تمام. انا عندي مثلا مدارس المصريه السويسريه للغات، المفترض اعمل ايه؟ اغير الفونت بتاعها شويه، يعني بدل ما الشكل دوت الشكل الطبيعي ده بتاع الخط دوت لسه عامل زي واحد لسه بيتعلم قرايه وكتابه فلسه بيكتب بخط ايه مفشكل كده، فده الخط اللي هو بتاع الكمبيوتر القديم خالص اللي الناس خلاص بقى بدات تشوف خطوط جديده وشكل اشكال جديده، فبدات الناس فانا دلوقتي عايز اغير الفونت ده اعمل ايه؟ طبعا لازم اعمله سيلكت واروح بزي الوورد بالظبط وابدا اختار من ايه؟ من الفونت من هنا. طيب معظمنا ما عندهوش فونتس اساسا، يعني هتلاقي الفونتس بتاعت اللي بتنزل مع الويندوز اساسا فونتس عاديه خالص ما فيهاش اللي، هنحط لكم ان شاء الله لينك، هنرفع بس مجموعه خطوط تكون كويسه، تكون عربي على انجليزي كده، خطوط تبقى الاثنين يعني، وهحطها لكم في لينك وابقى ابعت لكم اللينك ده، وهعرفكم دلوقتي ازاي نضيف الفونتس دي، تمام. انا طبعا فونتس كتير حوالي اكتر من مثلا 1000 خط، فانتوا طبعا مش هتحتاجوا ده كله، فانا ايه هنضيف لكم بس الخطوط اللي هتناسب معاكم. يعني لو بصينا مثلا ادي الشكل، هنلاقي الشكل بيختلف شويه، لا في فعلا في ايه، هتلاقي الناس تتشد في الشكل شويه غير الشكل اللي هو العادي. طيب شرح برنامج الباوربوينت مثلا، هبدا اختار برضو الفونت بتاعنا، فونت ممكن فونت مختلف شويه، ممكن هنا اغير اللون بتاعنا،
اختار اي لون تاني. ونخلي بالنا يا جماعه برضو نقطه مهمه هنتكلم فيها دلوقتي، اللون انا بختار اللون اختاره على اساس الخلفيه اللي وراه، يعني لو خلفيه غامقه ما اختارش لون ايه، ما اختارش لون خط غامق. لو الخلفيه اللي ورا دي اللي هي البيضه دي غامقه ما ينفعش اختار ايه خط غامق، لازم أنا اختار خط عكس خالص، لون فاتح مثلا. هنا برضو ممكن نغير نكبر الفونت بتاعنا شويه واغير اللون. ادي الباوربوينت عندنا، يبقى انا كده ايه غيرت اللون، عملت تنسيق للكلام ذات نفسه بحيث يكون واضح ما يكونش الخط صغير. هبدأ بقى ممكن لو عايز اعمل الخلفية بتاعتنا اغير الخلفية خالص اللي ورا، ممكن اضيف صورة او اعمل شكل مختلف تاني. اعمل ايه؟ هنروح لحاجة اللي اسمها ديزاين، بس خلينا دلوقتي هتأكد بس هقول على حاجة تانية سريعة كده واحنا هنا. عايز برضو يا ريت كل سلايد يكون فيها اللوجو بتاعنا، يا ريت كل سلايد يكون فيها اللوجو بتاعنا. ليه؟ لان انا لو اللوجو مش موجود ممكن الفيديو لو انا حاطه في الاول بس ممكن الفيديو يتقص ويتاخد الجزء بتاعه ايه والناس تشتغل بيه. طب هجيب اللوجو بتاعنا، اللوجو هنبقى موجود برضو متاح للي عايزه. خدت كوبي من بره وحطيته هنا بس على طول، تمام؟ وهبدأ احطه في الشكل في المكان اللي انا ايه اللي انا شايفه مناسب لي ده كده الشكل بتاعه. ممكن بقى احط رسمه، اعمل خلفيه معينه، احط برواز زي ما انا عايز. ايه هنبدأ نشتغل. طيب يمكن دي من اهم الحاجات اللي احنا ايه اللي احنا بنحتاجها. طبعا برضو في حاجه تانية، موضوع اللي انا مثلا الكلام ده عايزه في النص، ما اقعدش بقى ازق الكلام واقعد اعمل بايدي، لا انا عندي في حاجات هنا ايه ادي في الحرف اللي في اليمين في الشمال في النص، تمام؟ في ناس كتيره دايما توصل تلاقي مثلا يبقى الكلام مثلا جاي في الطرف هنا يقعد يزق فيه لحد ما يجيبه في النص، لا انا هشتغل بالحاجات الاسهل عندي، تمام؟ عندي الكلام ده بالعربي صح؟ يبقى الدايركشن بتاعنا منين؟ من رايت. ماشي، في ناس بتبقى طلعت وبترجع تاني. يبقى نختار دايما من اليمين للشمال او من الشمال لليمين حسب الاتجاه بتاع الكلام اللي عندي. شايفين دول كده يا جماعه؟ ده كده بيجيب لي المكان فين؟ مكان الكلام بتاعي فين؟ ثلاثه دول يمين شمال في النص، وده بيجيب لي اتجاه النص بتاعي. ده بيجيب لي اتجاه النص بتاعي، نركز في النقطه دي لان دايما بتقابلنا مشكله. لو انا خليت هنا وانا بكتب هبص الاقي اجي اعمل مثلا النقطه الاخيره هبص الاقيها راحت فين، هلاقي النقطه بتظهر هنا مع ان انا حاططها في الاخر، يعني العلامات اللي هي الاخيره دي هنلاقيها هنا. لما اجي اشتغل هاجي ازق شويه هتلاقي الموضوع اختلف معايا، انما لو انا اخلي الدايركشن بتاعنا رايت تو ليفت يبقى ايه هلاقي الموضوع مظبوط معايا، تمام؟ دي من الحاجات اللي هي ايه الحاجات المهمه اللي عندنا. طبعا لو انا عايز اعمل لو في عندي كذا نقطه في نقط ورا بعض كلام ورا بعضه ممكن اختار ايه الترقيم ده من هنا كده الاشكال دي، ده كده بيعمل لي اشكال ورا بعضها. لو عندي اشرح مثلا جزئيه معينه الجزئيه ديت فيها ثلاث نقط ورا بعض اختار من ايه دوت كده ينقطهم لي او يرقمهم لي زي ما انا عايز، تمام؟ او ممكن هو يرقمهم. معلش الحاجات دي ممكن تكون برضو في الوورد موجوده بس ايه احنا بنعيد عليها عشان لو حد ايه ما بياخدش باله منها. اتجاه برضو الكلمه ذات نفسه التكست ذات نفسه اختار الاتجاه بتاعه من هنا. طب دي هتفيدنا؟ اه هتفيدنا. لو انا اخترت لو انا عندي المعزه في الجنب ممكن اقوم جاي اعملها ايه؟ اعملها كده. عندنا في جزئيه ثانيه برضو مهمه وهي الشيبس، الاشكال اللي عندنا دي. نستخدم دايما اشكال عشان بتنطق معايا الشكل بتاعنا. يعني انا لو سبت الشكل ده كده حلو وجميل، بس لو ضفت تبس عليها كده هلاقي الشكل بدأ يختلف معايا. طيب الشكل ده طبعا ايه ده الكلام راح فين والكلام ده كله تنسيقه ازاي؟ هنا بيقول لي
انا اخترت شيب، اي شيب من هنا خلاص، عايز ابدا اشتغل في الشيب ده شويه، الشكل الالوان والكلام ده كله. هعمل ايه؟ هروح عندي في الشيب فيل ديت الكلام اللي جوه الشيب ذات اللون اللي جوه الشيب. ممكن اجي هنا واعمل نو ايه؟ نو فيل. تمام؟ لغى الايه؟ لغى اللون اللي جوه اللي مالي الشكل ده. الشيب اوت لاين الخط الخارجي ده، ممكن عايز اغير اللون، ممكن مثلا اختار لون احمر عشان يبقى نفس الشكل مثلا. وفي هنا افكتس موجوده عندنا ممكن اختارها، الايه؟ الشيب ذات نفسه. تمام؟ ده بالنسبه لايه؟ للشيب. وممكن اختار الشكل اصلا من الاول شكله ايه؟ اختار ستايل ليه من هنا. طيب عندي برضو في اسهم، ممكن استخدم الاسهم ديت لو انا هشرح حاجه وفي سهم معين. طب انا كده خلي بالكم لما اجي اشد في السهم كده ابص الاقيه بيتحرك معايا، ممكن ما يطلعش مظبوط. حلها ايه دي؟ لسه ممكن الاقي السهم مش مظبوط معايا. حلها وانا بضغط، لو عايز السهم يمشي في اتجاه معين اضغط على زرار الشيفت. انا ضاغط على السهم ده وعايزه يمشي من هنا لهنا بالظبط، ما يروحش فوق ولا تحت، اعمل ايه؟ اضغط كده واضغط شيفت. انا احاول بص اشد فوق ولتحت، عمره ما هيتحرك خلاص، هو بيمشي في خط ايه؟ متساوي. لو برضو خط عايز اعمل ايه؟ خط هنا كده تحت الكلام اهو، يبقى اضغط شيفت. شفت من الكيبورد هتبص الاقي، بص انا لو شلت ايدي من على الشيفت ابص الاقي الكلام بيتحرك معايا، مجرد ما اضغط شيفت اهو. يعني انا هنا اضغط شيفت راجع تاني في مكان حتى مع ان الماوس فوق. طيب يبقى احنا عندنا ده بالنسبه برضو للشكل اللي معانا. تمام، دي الاشكال اللي احنا ممكن نستخدمها معانا. نستخدم الاشكال دي يا جماعه في الشرح بتاعنا، بتبقى حلوه خالص وجميله. عايز اشرح حاجه واقوم جاي مدخل شكل كده من الاشكال دي، هتبدا تعمل معانا شكل حلو وتشد انتباه الولاد معانا في الشرح بتاعنا ده. انا بس شغال في الجزء الاول اللي هو في الهوم. تمام كده، لو حد عنده حاجه ممكن يلغي الميوت ويتكلم ويسال فيه. ده تقريبا الحاجات المهمه اللي انا ممكن استخدمها عندي في الاول، ايه؟ في اول تاب بتاعنا في اللي هي الهوم. تمام كده، عملت حطيت انا بظبط الشكل بتاعي الاول. تمام، شكل البيج اللي عندي اللي هي السلايد اللي عندي ده شكل مهم خالص، كلام واضح. نخلي بالنا الباوربوينت مش كلام كتير، يعني مش مذكره، مش شيت، مش انا مش هحط مثلا بوكلت عندي وابدا اشرح منه، لا. الباوربوينت ده معروف ان هو حاجه شرح، بيبقى الكلام فيه خفيف، كلام بسيط خالص، ما نكترش الكلام. يبقى انا عندي السلايد الواحده اخلي الكلام خفيف خالص، وبعد كده اخش في السلايد اللي بعده. مش هنخسر حاجه لما نكتر السلايد، بس يبقى الكلام واضح عشان الولاد يشوفوا كويس ويبقى الفيديو بالنسبه لهم واضح. تمام، عندي مثلا جزئيه معينه هتكلم فيها مثلا خمس ست نقط، يبقى هحطهم ورا بعض وبعد كده ايه هنقل في السلايد اللي بعده، مفيش مشكله خالص. يعني انا ايه اكتر في السلايد بس ما ايه ما صغرش في الخط. تمام، الجزئيه دي بتبقى مهمه خالص في الشرح. طيب ده كده بالنسبه للشكل بتاعنا. يبقى احنا عملنا غيرنا الفونت بتاعنا، غيرنا السايز بتاع الفونت. تمام، حطينا صوره، حطينا شيبس، يعني حطينا اللوجو بتاع المدرسه. تمام، ده الحاجات اللي احنا ايه اللي احنا ممكن نشتغل عليه. وزي ما قلنا الحاجات ديت لو احنا حطينا الكلام العادي بالفونت العادي هنلاقي الشكل مش طالع شكل مش ظريف. ده الاشكال، حاجات بسيطه خالص بتغير في الشكل بتاعنا. تمام يا جماعه، حد عنده اي حاجه في الجزئيه دي؟ معلش برضو هنا في حته مهمه برضو عشان ما ننساهاش، فورمات برينتر ديت اللي انا لو عندي في حاجه مثلا، عشان برضو مهمه بتسهل علينا شويه. لو انا عندي عايز انسخ التنسيق ده، الشكل ده، الخط بالحجم، الفونت بتاعي بالسايز بتاعه، بالشكل الحلو ده كده، عايز انسخه بالظبط احطه في كل العنوان اللي بعد كده، بدل ما اجي هنا اختار نفس الموضوع وبعد كده اروح في السلايد بعدها واختار واعمل نفس الخطوات تاني واختار في سلايد تانية او في تحت كده عايز نفس الخط، لا، بعمل هنا واروح هنا فورمات بينتر دي كده واروح اختار. بص لو عملت كده هنا غير نفس الفورمات بالظبط اللي هو هنا. تمام، بينسخ التنسيق، يعني بينسخ مش بينسخ الكلام بقى، في فرق بين ينسخ الكلام وفي فرق بين ينسخ ايه التنسيق بتاعنا. فكده هو نسخ التنسيق ده بكل حاجه بقى، باللون، بالحجم بتاعه، بالايه باللون بتاعه، خده وحطه فين؟ في الحاجه بتاعتنا.
طب انا لو اعمل اكتر من مره، كل مره هنضغط هنا واروح اضغط هنا واروح اغير الحاجه، لا ممكن اضغط هنا، انا اخترت مثلا الفونت ده وعايز اخد الفورمات بتاعه، هضغط دبل كليك كده وابدا اختار، هتبص تلاقي هو ايه خلاص شغاله معايا اهي، خلصت ممكن اضغط اسكيب او اضغط عليها تاني خلاص كده. مستر محمد، نعم معلش مستر محمد، ممكن ازاي اعمل كوبي للتنسيق اللي حضرتك قلت عليه؟ معلش تعيده تاني لان كان عندي مشكله في النت وصوتك ما كانش موجود. طيب حاضر، انا عايز اخد الو. ماشي معاك يا مستر، ماشي هنعيده تاني. طيب دلوقتي انا عندي عايز اعمل كوبي للفورمات اللي عندنا، اعمل ايه؟ قلنا بقى بعمل سيلكت الحاجه اللي انا هاخد منها الاول، يعني هحدد احط الماوس عندي هنا خلاص، هو كده خلاص عارف هياخد من ده، هروح هنا فورمات ايه بينتر ديت، وهيبدا ياخد التنسيق بتاعنا خلاص، هو كده خده، وهنبص نلاقي اتحول الشكل الماوس، شكل الماوس اتعمل ايه، عمل شكل الفرشه والايه والماوس بتاعنا، رحت اعمل سيلكت للحاجه اهو، هلاقي التنسيق اختلف اهو، خد ده خد نفس الخط ونفس كل حاجه، انا هنا مثلا 36 هتلاقي هنا 36، نوع الفونت ده مثلا كذا هتلاقي ده كذا، نفس الموضوع بالظبط تمام كده. طيب عندي بقى، عندي لو انا حبيت اخد التنسيق ده واحطه في كذا حاجه، هل كل مره هعمل، لان انا بص لما اضغط هنا وعملت كده عملت كده خلاص خد ولغى الماوس تاني، خلاص لغى الموضوع، فقال لك لا بدل ما تعمل كل مره كده فبضغط عليها دبل كليك خلاص كده هيبدا ياخدها معايا ويغير ايه، ويغير معايا الشكل اللي معانا، ويفضل موجوده معايا الشكل ده واخده معايا لحد ما اخلص خالص واعمل اسكيب من الكيبورد او ايه او اضغط على الشكل تاني تمام كده. ده بالنسبه لموضوع الايه، ده بالنسبه لموضوع اللي هو الكوبي بتاع اللي هو الفورمات بتاع الكلام بتاعنا تمام. برضو لما بحب اكبر مثلا، لو انا جيت اخترت من هنا الفونت ابص الاقي اخره مثلا 99، هل اخره كده بس؟ لا، انا ممكن اعمل ايه، ممكن ابدا من هنا بكبر من ده اصغر من هنا عشان يكبر معايا اكبر من ايه، لو انا حبيت اختار حاجه اكبر من ايه من الفونت اللي عندي اللي هو 96. تمام، بس طبعا ايه حسب المكان اللي عندي. ارجع تاني الشكل بتاعنا. طيب طبعا بقى عارفين بقى كلنا كنترول زد بيرجع ايه خطوات ورا ويرجع الكلام ده كله، احنا تقريبا كلنا عارفينه يعني. ده بالنسبه للي هي الايه اول تاب عندنا في الجزئيه دي، الشكل بتاعنا الفونت، نوع الفونت بتاعنا ايه نغيره، نحاول نغير الفونت بتاعنا ما نخليش الفونت العادي بتاع الكمبيوتر العادي، وبرضه نختار لما اختار فونت اختار فونت واضح، يعني ما اختارش حاجه مكلكعه بالنسبه للاولاد، هنلاقي في خطوط مكلكعه كده مش مفهومه، فلا هبدا اختار فونت واضح للاولاد يعني، بس برضه يكون شكله ايه شكله ظريف وشكله حلو. ده بالنسبه لاول جزئيه بتاعتنا في اللي هي الهوم. الهوم عندي الانسرت بقى، لو عايز اضيف صوره طبعا، لو عايز اضيف شكل عايز اضيف حاجه من الحاجات دي، عندي في حاجه بس اللي هي ايه، مثلا انا في حاجات بنستسهل شويه، يعني مثلا اللوجو ده يعتبر صوره، فلما جيت ضفتها خدتها كوبي من بره وحطيتها على طول هنا بس، او ممكن بقى بالطريقه الاعداديه بتاعتنا ايه اضغط على بيكتشر هنا وابدا اختار الصوره بتاعتها تمام، يعني انا يا اما اختار انا اجيب الصوره على طول من بره واحطها، يا اما اعمل ايه هاخدها من هنا الطريقه الاعداديه بتاعتنا وابدا اشتغل اهو، هيبدا يضيف لي الصوره وابدا ايه اتعامل في الصوره تمام كده، اكبر اصغر. نخلي بالنا برضو من حته يا جماعه ساعات بنغلط فيها، اللي هي ايه لما اجي اكبر واصغر يا ريت اشتغل من الطرف، من هنا عندي المربع ده اللي بيتعمل على حوالين الصوره تمام، عندي فيه هنا اهو، اكبر من هنا واصغر من هنا، ليه؟ لان انا لو جيت من هنا وكبرت وصغرت هبص الاقي الشكل بتاعي اختلف خالص، بص اللوجو بقى عامل ازاي، بقى شكله مكعبر، مبقاش اللوجو بتاع المدرسه، بصوا كده لو احنا عملنا كده يبقى انا عندي الشكل ده كده، طبعا ما بقاش اللوجو خالص، حاجه مختلفه تماما عن اللوجو بتاعنا، انا ممكن ما اخدش بالي يعني، ممكن انا لما اجي اشتغل ممكن اصغر حاجه يبقى شكلها مكعبر بس انا ما اخدش بالي، انا عشان ابقى شغال ما اخدش بالي من النقطه دي، يبقى انا الحل اعمل ايه،
اللي انا المفروض اجي هنا، من هنا هيبدأ يحافظ على الايه الابعاد بتاعة اللوجو بتاعنا، يطلع الشكل بتاعه كويس. تمام تاني يا مستر معلش. تاني ايه الفرق بين اللوجو ده واللوجو ده؟ انا حبيت اصغر اللوجو ده واصغر اللوجو ده، ايه الفرق بين الاثنين؟ في ناس هتقول لك يا عم هو واضح، هو اللوجو بتاع المدرسه. لا مفيش حاجه اسمها هو اللوجو بتاع المدرسه، ده كده ده منظر مكعبر خالص مش لوجو خالص. ده انا حبيت اصغر المكان، عايز احطه مثلا في المكان ده وما جاش مظبوط معايا، فقمت جاي شادد كده بقى بالمنظر ده كده. طبعا المنظر دوت يودي في داهيه، يعني ايه المنظر ده مش عارف. فالحل ايه؟ المفروض لما اجي اشد اكبر واصغر، بعد ما اضغط على الحاجه هبدا اكبر واصغر منين؟ من الطرف من هنا. شوفوا هو عشان حتى هو مش مظبوط معانا. ليه؟ احافظ على الابعاد بتاعت الصوره كلها، ما يبقاش ممطوط قوي ولا رفيع قوي اللي هو ايه شكله مش مظبوط. يعني انا لو جيت شديت من هنا بصغر من هنا بقاش ايه، ما بقاش اللوجو بتاعنا. فانا عشان ابدا اكبر واصغر باجي من الطرف ده او من ده او من فوق من هنا، اي حاجه بقى زي ما انا حابب، بس يكون من ايه بلاش اللي في النص دول. يعني دول بقى بستخدمهم لو حاجه صغيره خالص ما تبقاش متأثرش عليه، يعني حاجه سنه صغيره كده ماشي ما تأثرش على شكل اللوجو في الاخر. بس لو استخدمت هنا بس هبص الاقي نفس الدنيا كعبلت معايا من غير ما ايه، من غير ما احس. يعني انا ممكن ما اخدش بالي وانا شغال، ببقى مندمج في الشغل فممكن ما اخدش بالي من الموضوع ده. تمام كده؟ يبقى دي احنا عندنا في القائمه الثانيه انسيرت بكيتشر. عندنا طبعا ده ممكن ياخد سكرين شوت لحاجه. تمام، عندي في حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي احنا برضو ما مهمه في الويندوز، بره 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 الموضوع الباور، بره الباوربوينت، بس حاجه مهمه خالص. عندنا في اداه في الويندوز يا جماعه بتعمل برنت سكرين زي كده، لما بتعمل بالماوس ثلاث صوابع كده يعمل لك برنت سكرين اللي اسمه ايه دوت للتليفون. في حاجه في الكمبيوتر عندنا فيها نفس الموضوع، وحاجه سهله ولذيذه، اداه لذيذه خالص، اللي هي اسمها دي كده سنايبنج تولز. ديت عندكم ظاهره كده، ده الشكل بتاعها. بجيبها ازاي دي؟ بعمل سيرش، لو عندي الويندوز بتاعتين عندي هنا هعمل السيرش هنا. لو عملت اس ان اي كده هتبص تلاقيها ظهرت معايا على طول، مش شرط اكتب حد الاقيها ظهرت عندي واعمل لها اوبن. بعد ما افتحها ممكن اقوم جاي اعمل هنا ايه، اضغط عليها كده، وانا عشان بس كنت اعملها بين ان تاسك بار، اخليها عندي دي في التاسك بار اللي تحت. تمام، اضيفها عندي في التاسك بار، ولو عملت نيو هنا هيبدا ياخد عندي برنت سكرين للحاجه. اهو خد برنت سكرين، وابدا اعمل لها سيف. البرنت سكرين دي ممكن اعمل لها سيف. تمام، وممكن اعمل انا هنا اهو ابدا اختار حاجه، لو عايز اشرح لحد حاجه اقول له خلي بالك من الحته دي من الجزئيه دي واعمل لها سيف، ابعتها للشخص مثلا في ال، لو ابعته مثلا على الواتس مثلا. ساعات في ناس بتحب تسال معلش ممكن الحته دي تاني يا مستر. تاني دلوقتي ساعات واحد مثلا عنده مشكله على الكمبيوتر مش عارف يقول لي مثلا الشكل ايه او البرنامج اللي ظهر ايه مثلا، يعني فبيعمل ايه؟ بيقعد يوصف او يعمل يصور بالموبايل. لا انا دلوقتي عندي الاداه دي سنايبنج تولز دي، بجيبها منين؟ موجوده في الويندوز 7 وموجوده في ويندوز 10 وموجوده في الويندوز كله. بعمل في السيرش، لو ويندوز 7 عندي هلاقي في السيرش بتاع ويندوز 7، لما افتح ستارت ايه ستارت منيو بختار في السيرش بتاعه. لو عملت اس ان اي هلاقي الشكل ده اهو سنايبنج تولز اهي، فتحتها. وعشان تبقى موجوده عندي مش كل شويه لان بيبقى لها استخدامات كتير، اقوم جاي اعملها ايه؟ بين تاسك بار، اضيفها هنا، انا اضيفها خلاص عندي بين فروم تاسك بار، هيفضل ايه موجوده في التاسك بار عندنا. تمام، طيب بعد ما باجي اعمل بختار نيو هنا. تمام كده، وابدا اختار الايه السكرين اللي انا عايزها. خلاص هو خدها كده وحطها لي في البرنامج كده، دي كده في البرنامج اهو. عشان بس هو ضيف هنا في كده اهي عندي في البرنامج. هعمل ايه بقى؟ حبيت اكتب حاجه، حبيت اوضح حاجه شكل بتاع او الشكل ده كده، الكلام ده كله اعمل سيف، يعملها لي سيف، يحطها لي على الديسكتوب او في اي مكان. خلاص دي بالنسبه لايه الاداه دي عندنا حلوه خالص، نبقى الناس تستخدمها يعني.
لو انا حابب اضيف كلمه هنا مثلا زي ايه ايجي سويس مثلا هنا، بضيفها ازاي؟ اضيف تكست بوكس هنا وابدا اكتب مثلا هنا ايه تمام. يبقى انا ضفت تكست كده وابدا اشيلها واحطها في المكان اللي انا عايزه. ماشي، لو انا حابب اضيف مكان كلام تاني او تكست تانيه يبقى انسرت من هنا وابدا ايه تكست بوكس. تمام، الوورد ارت دوت بيجيب لي كلام اشكال بستايل كده، ممكن استخدمها وممكن لا. ممكن اضيف فيديو، بس انا دايما لو انا هعمل فيديو اصلا ملهاش لازمه اضيف فيديو، يعني انا ملهاش لازمه اضيف فيديو جوه الايه الباوربوينت يعني. وممكن اضيف صوت، ده بالنسبه للايه. ممكن اضيف عندي هايبر لينك هنا، اتكلمنا امبارح في التاب بتاعت الهوم والانسيرت. تمام، الحته اللي كنا بنقول عليها امبارح بس اللي كانت مش عارف مهنيجه امبارح ولا ايه اللي حصل، اللي هو موضوع الهايبر لينك. لو انا عندي وانا بشرح عايز اشغل فيديو مثلا من بره البرنامج، او عايز ارجع لصفحه لشيت لسلايد تاني قدام او سلايد ورا، يعني مثلا لو عندي في سلايد معين عايز اروح له رايح جاي كده اشتغل عليه، ممكن اعمل هنا زي شيب كده ولا حاجه، وبعد كده هبدا اعمل له مثلا اكتب له مثلا السلايد اللي جاي، او نكتب العنوان او زي ما انا عايز اكتب يعني، واختار من هايبر لينك. تمام كده، واختار هنا لو انا عايز من بره خالص ممكن اجيب من بره البرزنتيشن، او عايز اشغل فيديو لما يضغط على هنا يشغل الفيديو مثلا. انا لو جيت هنا وكتبت كده هنا مثلا اديت تكست مثلا تشغيل فيديو مثلا، بحيث ان هو يشغله بره الباوربوينت خالص. تمام، وضغطت عليه وهايبر لينك، وابدا اختار مكان الفيديو اللي انا ايه اللي انا عايزه. تمام كده، واضغط اوكي. يبقى لما هيضغط عليه هيفتح لي الايه، هيفتح لي الحاجه اللي انا عايزها. طيب، يا اما ممكن اخليه يفتح لي سلايد ثانيه خالص عندنا هايبر لينك برضو في البليس هنا، اختار السلايد اللي انا عايزها مثلا سلايد رقم واحد، دي رقم واحد، دي سلايد اتنين. اوكي، لو ضغط كده بعد كده هينقل لي في السلايد الثانيه. ده بالنسبه للهايبر لينك. تمام كده. طيب، عندنا بقى الخطوه اللي بعد كده وهي الديزاين. ده بيجيب لي شويه اشكال بشتغل بيها. تمام كده، هي ديزاين موجوده اهي، الشكل اللي انا هختاره ويبدا يتطبق معايا. لو انا مش حابب ان انا اشتغل بايدي بقى، اللي انا هجيب الديزاين ونخلي بالنا لما بختار الديزاين من الاول لازم اختاره من الاول عشان الالوان لما اجي اختارها. تمام، لما اجي اختار الالوان بتاعتي ما اختارش اي ايه اي، يبقى الالوان مناسبه زي ما قلنا امبارح، مناسبه مع الخلفيه اللي معانا. طيب، عندي حاجه كمان. طب انا دلوقتي عايز الديزاين ده يتطبق على السلايد دي بس، ما يتطبقش على كله، يبقى بضغط عليها ايه؟ ابلاي ايه؟ تو سيلكت سلايدز ولا ايه؟ سيلكت سلايد ولا اول؟ يعني انا بختار من هنا حسب ما انا عايز، هطبقه على كل السلايد اللي عندي ولا على السلايد بس الحالي اللي شغال عليه؟ وممكن اخليه سيت از ديفولت، يبقى انا اول ما بفتح يبقى شغال ده معايا على طول. يعني انا محمد، ممكن سؤال؟ انا اسفه المقاطعه. ولا ماشي، تعامل معاك ولا مستر، اللي هو المكان اللي فيه هايبر لينك انا بفتحه منين بالظبط؟ من انسيرت صح؟ انسيرت وهايبر لينك اهو، بس لازم اكون ضاغط على حاجه عشان يتفعل معايا. يعني ايه يا مستر؟ ما الحته دي انا مش فاهمها. يعني حضرتك دلوقتي قلت ان احنا مثلا هنفتح ريكتانجل تحت كده، مش انا بفتحه من انسيرت الاولانيه عادي اللي هي الشيب، وبعد كده اعمل ايه بقى؟ بصي، انا الهايبر لينك ده طبعا ممكن باي حاجه، يعني ممكن بالصوره، لو ضغطت على الصوره ينفذ لي حاجه معينه. تمام، يعني هو بيربط لي الجزء اللي انا هعلم عليه بحاجه تانية. انا فاهمه ده، انا فاهمه ان هو انا بحط حاجه جوه حاجه، بس جميل. بفعله حرفيا ازاي؟ يعني انا دلوقتي فاتحه اللاب اهوت وحضرتك بتتكلم. تمام، ايه الخطوات اللي امشي عليها عشان اقدر انفذ التقنيه دي؟ الاول انا هقول انا عايز افتح ايه، لما يضغط على ايه يفتح ايه. تمام كده، احدد الاول انا عايز ايه. فانا دلوقتي انا عايز اقول له مثلا يفتح لي سلايد ثاني،
يبقى هعمل له ايه؟ هعمل له شيب او تكست بوكس كده صغيره اكتب له فيها عشان لما اجي اشتغل ابقى انا فاهم، لما هبقى فاكر وانا بضغط على دي. هكتب له مثلا افتح لي فيديو، يبقى هنعمل شيب مثلا او حاجه كده تكست شبه ده، يعني ممكن اعمل تكست بوكس تمام واكتب تمام هنا افتح شغل تشغيل الفيديو. ماشي. خلاص كتبت تشغيل الفيديو، يبقى هعمل ايه؟ هقوم جاي رايح لانسرت هنا اهو اول كده، معلش هنا هنكتب هنا كلمة تشغيل الفيديو، خلينا التكست تشغيل الفيديو او تشغيل صورة او اي حاجة، يفتح صورة او حاجة هنا. خلاص اللي هيشوف كده هيعرف ان لازم هيضغط على حاجة هتشغل له دي، صح كده؟ صح تمام. طيب قام جاي رايح بقى فين؟ اعمل له هايبر لينك، ممكن كليك يمين كده واختار هايبر لينك، يعني اضغط كليك يمين عليها كده واختار هايبر لينك، او تمام انسرت واختار هايبر لينك. طب هايبر لينك بيقول لي فيه كذا حاجه، انت عايز تعمل ايه؟ عايز في ال يعني تفتح فايل تاني من بره خالص، من بره الجهاز، يعني على الجهاز من بره، من بره البرزنتيشن خالص اللي انا عامله تمام، يفتح لي ملف، تمام يفتح لي باوربوينت تاني، يفتح اي حاجه انا عايزها، ولا عايز في نفس الدوكيمنت بتاعنا اللي انت شغال عليه، نفس البرزنتيشن اللي انت شغال عليه، اقول له انا عايز ده مثلا، لا انا عايزه بره، يفتح لي صوره من بره. طب الصوره دي موجوده في نفس الفولدر اللي انت حافظ عليه ولا في ايه؟ ولا افتح لك في صوره في مكان تاني؟ تمام؟ يعني دلوقتي تمام ما انا دلوقتي الباوربوينت ده عشان افتح له اختار صوره، يبقى انا حاطه في فولدر، والفولدر ده حاطط فيه مجمع له كل حاجه بتاعته. لو احط الصوره معايا، احط فيديو، الكلام ده كله، يبقى انا هجمع له الايه؟ الحاجه بتاعته. وصلت كده؟ وصلت يا مستر. طب هو انا ممكن احط في المكان دوت مثلا لينك يفتح لي نت؟ يفتح طبعا. تمام ماشي، يعني ممكن احط لينك اصلا يفتح لي اصلا لينك بره خالص. هو اخد كوبي بيست يعني اللينك ادريس احطه ايوه، ويفتح لي نت. احط تمام الادرس هنا اهو. تمام كده، لو حطيته هنا في الادرس هنا واضغط اوكي هيفتح لي اللينك بتاعي. تمام فهمت يا مستر، طيب تسلم ربنا يخليك. طيب ده يبقى كده بالنسبه لايه؟ نرجع تاني لموضوع الديزاين. الديزاين بتاعنا اهو زي ما احنا قلنا، بختار شكل من الاشكال دي تمام. ممكن اختار لون للحاجه بتاعتي. طيب ممكن في الباك جراوند هنا برضو اختار لون خلفيه. اهم حاجه يا جماعه وانا بختار اللون، اهم حاجه اخترت لون، يعني اخترت اللون الازرق، ينفع مع الاحمر؟ ما ينفعش مع الاحمر، اتفقنا؟ يعني الازرق مش هينفع معاه لون احمر، الاثنين من الالوان الغوامق مش هتنفع معايا، فانا يبقى ايه؟ يبقى لازم اغير اللون. دي من الحاجات المهمه خالص، يعني انا ممكن اعمل شغل حلو بس اختار تنسيق الالوان ما يكونش مناسب فيبوظ معايا الشغل بتاعي. فانا مثلا حاجه شبه دي كده اهو، هبدا اظبط الالوان بتاعتي بما ايه؟ يناسب الموضوع بتاعنا، اللون بتاعنا اللي انا اخترته في الخلفيه. تمام كده؟ طيب ده بالنسبه لايه؟ لموضوع الديزاين. ممكن اختار لون بس، باك جراوند ستايلز، اختار لون واحد بس تمام. ممكن اختار ممكن اختار عندنا، ممكن اختار شكل من الاشكال اللي هو جايبها لي. وطبعا الاوفيس كل ما يكون اعلى كل ما هتلاقي ايه؟ اشكال مختلفه شويه. ممكن انا بقى اعمل صوره والكلام ده كله، انا ممكن اختار انا صوره من عندنا واحطها خلفيه والكلام ده، بس خلينا نقوله ايه؟ هي جاهزه عندي، في حاجات جاهزه ممكن اشتغل عليها. طيب دلوقتي بعد ما خلصنا الديزاين بتاعنا والشكل بتاعنا، هروح لحاجه اسمها ايه؟ ترانزيشنز. دي بتعمل ايه بقى؟ دي التنقلات، بينقل بين السلايد والتانيه. يعني ده اول سلايد، الحركه اللي بين السلايد ده والسلايد دوت هو ده اللي مسؤول عن الترانزيشن، دي هي اللي مسؤول عنها. هيعمل لي بالاشكال دي اللي قدامي. بصوا كده لما بضغط على الشكل اهو، هيجيب لي الايه؟ الشكل. السلايد ده هي لما يجي يخلص هيخش السلايد بعده انه شكل. تمام كده؟ ده بالنسبه لموضوع الايه؟ الترانزيشن اللي عندنا. وهبدا اختار شكل انا من الاشكال اللي عندي واشتغل عليه. اي شكل بقى يعجبني بيعمل لي شكل ايه؟ بيعمل لي شكل مختلف شويه، يبقى انا بدي شكل وايه؟ وحركه للموضوع. الدوريشن ديت بتعمل ايه؟ الشكل بتاع سرعته قد ايه؟ لو انا حاسس ان سريع قوي ممكن ايه؟
ابطئه شويه، لا ممكن اسرعه اكتر بحيث ان الحركه ما تبقاش ايه، ما تبقاش ملحوظه زي ما انا عايز، اتحكم في الشكل ده زي ما انا عايز. لما اجي اعمل سلايد والتانيه الافضل بعمل الترانزيشن ده بحيث ايه، بحيث ان انا يعمل لي حركه. بس يعمل لي حركه بين السلايد والتاني بحيث ان يبقى باين قوي ان انا نقلت الموضوع تاني او كده. طيب بعد كده عندي بقى الحاجه المهمه برضو، الانيميشن. الانيميشن دي حركه كل جزء في جوه السلايد ذات نفسه. يعني الترانزيشنز دي بتعمل حركه بين السلايد والتانيه، انما الانيميشن بيعمل ايه؟ بيعمل الحركه جوه السلايد ذات نفسه. عندي الاجزاء دي كلها اللي موجوده عندي يبدا يحركها لي. واحنا قلنا الباوربوينت اصلا ميزته ان هو بيعمل لي حركه وروح شويه للايه؟ للشرح بتاعي. طيب انا هنا اول حاجه بعملها ايه؟ طبعا ممكن اخش هنا على طول واعمل الحركات بتاعتي، بس انا طبعا لو انا عملت الحركات بتاعتي مش هعرف الترتيب بتاعنا ايه. فهنعمل ايه؟ نروح لانيميشن بين كده، وتظهر عندي الانيميشن بين اللي هي الجزء اللي في الجنب ده. ليه؟ عشان ابدا اي تاثير واي انيميشن بيتعمل يظهر عندي هنا واعرف الترتيب بتاعهم. والترتيب بتاعهم بيجي برضو منين؟ من هنا. هبص الاقي ده رقم واحد، كتب لي هنا رقم واحد، يبقى انا عرفت ان ده ايه؟ رقم واحد. طيب انا اول حاجه عايزه تظهر ايه؟ مثلا اللوجو بتاع المدرسه، يبقى لازم اروح واختار الايه؟ الفكره. طيب عندي فيه ثلاث اجزاء زي ما احنا شايفين كده. اول جزء عندي الانترنس اللي هو دوت بيعمل لي الدخول للاداه اللي عندي او الجزء اللي عندي. وبعد كده عندي الجزء الثاني انفيز زياد بيعمل ايه؟ بيعمل لي حركه والحاجه شغاله. يعني انا دلوقتي هنجرب دلوقتي الثلاث تاثيرات دي. يعني تعالوا نبص كده الجزء الاولاني ده، لو جيت اخترت ده هنا واخترت، بس هجيبها من مور هنا عشان هو هنا جايب لي مثلا هنا 2 4 6 8 10 12 حوالي 12 تاثير. بس هل هم ال 12 بس؟ لا، في تاني. هجيبهم منين؟ من مور من هنا. انا بحب اجيب ده دايما عشان يبقى على جنب كده وظاهر عندي التاثير بتاعي. بصوا كده مفيش اصلا، اللوجو مش موجود وهيبدا يدخل عندي، وهبدا اختار الشكل اللي انا عايزه. طيب عملت مثلا الشكل ده، اخترت ده مثلا كده، نخلي بالنا رقم كام بقى؟ رقم 2 هنا اهو. طب انا عايزه في الاول، يبقى هطلع بيه فين؟ اسحبه كده فوق اخليه في الاول. تمام. طيب تعالوا نفس الشكل، بس هغير واختار ايه؟ من فيزز، واختار هنا، هبدا ابص الشكل بتاعي. بيملى لي هنا، بيعمل طبعا شويه تاثيرات جوه الحاجه ذات نفسها، يعني ما بيطلعش اللوجو ويدخله تاني، لا ده هو بيسيبه زي ما هو ويبدا يعمل تاثير ايه؟ التاثير عليه. معلش هنشوف بس التاثير الاول اللي هو احنا عملناه الاول. لو احنا عملنا هنا بلاي تاني، بصوا كده اللوجو ما كانش موجود وهيبدا ايه؟ يبدا يدخل. تعال نغير التاثير ده، او هنضيف له تاثير كمان. هنختار اد اهي انيميشن، هنختار هنا من اد، واختار عندنا انفيز اهي، واختار الشكل ده، ضغطت اوكي، ونيجي نعمل بلاي من هنا. بصوا كده الفرق بين الاثنين. هنخلي بس هنا نعلي الاول، نخلي دوت نفس التأثير بتاعنا على هنا. هنعمل هنا بلاي، الاول دخل وبعد كده عمل حركة جوه الايه؟ البرنامج يعني، والباوربوينت شغال، دخل اللوجو بعد كده عمل له حركة داخلية. طيب في بقى الايه؟ في التأثير الثالث اللي هو الايه؟ الجزء الثالث اللي هو الاكزيت، اللي هو الايه؟ بالخروج بقى، بيعمله له خروج، ممكن يخرجه. طيب انا ممكن اعمل يعني اللوجو دخل وعايزه بقى يختفي عشان هبدا فيه كلام يتحط ويبقى ظاهر عندي، وممكن ادخله تاني في نص الكلام. طيب
عايز اعمل للحاجه الواحده كذا تاثير، يبقى هعمل ايه؟ لو انا خليت على نفس اللوجو، يعني بص اللوجو ده واخد واحد واثنين، واخد تاثيرين، بعملها ازاي؟ بالايه؟ كلمه اد انيميشن. انما لو انا جيت هنا مثلا ده واخد تاثير اللي هو رقم ثلاثه، اللي هو الشيب ده واخد تاثير رقم ثلاثه، لو انا جيت عملت على طول غيرت من هنا هيغير الشكل بتاعنا. انما لو عايز اضيف له تاثير يبقى هنعمل له ايه؟ اعمل له من كلمه ايه؟ يبقى كده هو هياخد ايه؟ هياخد تاثيرين مش تاثير واحد. بصوا خد هنا تاثيرين، تمام؟ ده بينفعنا مثلا لو انا عايز اعمل تاكيد على حاجه وانا شغال. انا عملت خلاص دخولي الحاجه، وبعد كده في التاكيد بتاعنا بقى اللي انا ايه وانا شغال ياكد لي على الجزئيه دي. ده بيشد انتباه ايه؟ اللي قاعد، يبقى شاف الحركه وانا شغال، يبقى ايه؟ يبص عليها، بتشد ايه؟ الحركه طبعا بتشد انتباهه، تمام؟ ده بالنسبه لايه؟ لموضوع الانيميشن. برضو نفس الموضوع، الديوريشن عندنا بختار هنا 50، ازوده شويه اقلله شويه زي ما انا عايز. طيب عايز الانيميشن ده يشتغل امتى؟ اون كليك ولا ويز بريفيوس ولا افتر بريفيوس؟ يعني لو انا دلوقتي عايزه هشغل البرزنتيشن بتاعي مره واحده، عايزه يشتغل مع نفسه، يخلص بعد ما يخلص الانيميشن ده يقوم جاي داخل في الانيميشن اللي بعده، يبقى نعمل ايه؟ ويز ايه؟ بريفيوس. طب انا دلوقتي لا، طب ما هو انا بشرح، يبقى دايما اخليه اون كليك، يعني الاكتر اللي هينفعنا اون كليك. والاون كليك ده بكليك شمال في الماوس او بالاتجاهات فين؟ في الكيبورد. يعني ممكن لما اضغط تحت بالسهم اللي تحت او باليمين والشمال هلاقي الايه؟ بيغير معايا، او ممكن بالمسطره، تمام كده؟ دي كلها بتغير معايا. الاون كليك دي تعتبر الاربع حاجات دول شغالين بنفس، بيؤدي نفس الايه؟ الوظيفه. ادام هشرح فيديو يبقى المفترض اخليه ايه؟ اون كليك. لو هيعمل تسجيل لوحده وانا عايزه يسجل لجزء معين لوحده، يبقى طبعا ايه؟ هختار ايه؟ هغير ايه؟ التاثير ده، او اغير ال اختار حاجه من دول. طيب عندي بقى ده بالنسبه للجزئيه الايه؟ الانيميشن. وبرده زي ما قلنا يا جماعه الجزئيه دي مهمه شويه. الحركه ديت بتعمل في، يعني هو ده من مميزات الباوربوينت ان هو بيعمل لي الحركه دي، والحركه دي هي دايما اللي بتشد الايه؟ بتشد الانتباه. الجزء اللي بعد كده ازاي اسجل بقى الكلام ده؟ خلصت الانيميشن هبدا اخش على ايه؟ على سلايد شو. هنا سلايد شو دي فيها شويه حاجات حلوه، اللي هي بتعمل لي ريكورد للايه؟ للشغل بتاعي، وممكن يحوله لي فيديو من غير ما يعمل اسمه ايه ده؟ من غير ما اخش بقى على برامج ثانيه من برامج المونتاج. بس انا بفضل دايما البرنامج الكامتازيا مع الباوربوينت، عشان هيديني شويه اوبشنز اكتر ممكن اتعامل بيها، تمام؟ طيب انا ما عنديش كامتازيا وهشتغل على ده بس، هعمل ايه؟ ريكورد ايه؟ سلايد شو. شايفين دي كده؟ ريكورد ايه؟ سلايد شو. طب هيقول لي ريكورد سلايد شو ده عايز تعمل ريكورد من اول فين؟ من اول سلايد، وهيسجل لي كل حاجه، وهيسجل الصوت بتاعي من بره. يعني هو هيسجل سلايد من جوه سلايد، وصوت انا يدخله ايه؟ من بره. يعني هبدا اشرح كده اهو، ستارت ريكوردنج، مدارس المصريه السويسريه للغات، شرح برنامج الباوربوينت، تمام؟ وادي اللوجو ظهر عندنا، وادي الايه؟ الشيب اللي ظهر معانا، ويبدا يخش على السلايد اللي بعدها والسلايد الثالثه. طيب زي ما قلنا كده يا جماعه، انا بعد ما خلصت التسجيل بيظهر معايا بالشكل ده، تمام؟ لو جيت اشغل هلاقي شغال معايا بالصوت. بصوا هنا الصوت، علامه الصوت ظاهره اهي جوه الايه؟ جوه كل سلايد. لما اجي اسجل، لو انا هسجل هعتمد الطريقه دي في التسجيل عشان احول فيديو، تمام؟ هختار ايه؟ هخلي بالي بين التسجيل للسلايد والتاني، اخلص السلايد، بعد ما اخلص كلام هبدا استنى شويه وانقل على السلايد اللي بعده وابدا اشرحه عشان الصوت ما يقطعش مني. لما اجي اجرب هعمل كده، هبدا اتكلم معاه هنا، هشرح اللي قدامي، مدارس المصريه السويسريه للغات، شرح برنامج البار، تمام كده؟ سجل اهوت وسجل بالصوت عندي. عايز احوله فيديو، اختار من هنا من فايل، اختار ايه؟ المفروض اختار اكسبورت، او ممكن اختار سيف از، واختار منها ويندوز ميديا ايه؟ فيديو. ده اسرع يعني، واختار سيف.
هيبدأ هو يحول لي الكلام ده كله لإيه؟ يحوله لي لملف فيديو كامل. بس زي ما قلت لازم أنا أختار وأنا بعمل كل سلايد لوحده أختار إيه؟ أخلي بالي من الصوت. إن السلايد ده سجلت السلايد الأولاني أتسنى شوية يعني مثلا إيه نص دقيقة كده، وأبدأ أخش على السلايد اللي بعده عشان الصوت ما إيه ما يقطعش، لأن لما بنقل على السلايد التاني ما بيلحقش إيه يقطع الصوت بتاعه. هستنى لما يخلص هنا، جايب لي تحت اهو اللي هو بيحوله الفيديو كده، هو خلص. لو جبت الديسك توب عندنا هلاقي ادي الفيديو معايا اهو. هبدا اتكلم معاه هنا تمام، يبقى كده عندي تحوله لي الفيديو. ادي كده جاب لي الفيديو اهوت وبالصوت بتاعي. بعد ما خلصت هعمل ايه؟ هنقل بقى على الجزء اللي بعده. خلي بالكم الكلام ده هيطلع متسجل في السلايد نفسه. تمام؟ ده هيطلع متسجل عندي. انا كده بشرح قدامي اهو وابدا اخش مدارس المصرية. ده كده عمله لي ايه؟ عمل لي فيديو وحطه في المكان اللي انا اخترته. يبقى انا كده بالنسبه لي خلصت ايه؟ حولته فيديو وممكن ابعته. ومسته كمان ان الفيديو كمان غالبا بيبقى ايه؟ مساحته مش كبيره قوي. ده بالنسبه لموضوع ايه التسجيل بتاعنا في بنجيبه منين، من سلايد ايه سلايد شو، واختار ريكورد سلايد شو. تمام كده، ده تقريبا كده الجزئيه كلها بتاعت الباوربوينت اللي احنا هنحتاجها في شغلنا. ده في اد انس ديت ممكن هنا بقى اختار ريكورد ويسجل لي برده الباوربوينت اللي عندي، بس هيسجله عن طريق برنامج الكامتازيا، والحته دي هنرجع لها بعدين مش هناخدها دلوقتي. يبقى احنا بسرعه كده احنا تاني هنقوله عندنا طبعا هنا. بص جاب لي الشكل ده، عايز ارجع للشكل بتاع هنا النورمال من هنا. الاجزاء دي بتجيب لي الاشكال بتاعتي سواء النورمال ولا السلايد سورتد ولا السلايد شو. لما اجي احفظ الباوربوينت يا جماعه عندي وانا شغال لازم اخلي بالي من موضوع الحفظ، لان في ناس كتير تبدا تشتغل وتنسى موضوع الايه؟ السيف. يعني لا السيف ما يعملش سيف اول باول، لا اول ما ابدا اشتغل اول ما اعمل سلايد ابدا ايه؟ اعمل سيف، وكل ما اعمل خطوه ولا اثنين ولا ثلاثه مش هخسر حاجه لما اعمل سيف، عشان لو السلايد باظ مني ولا وقف ولا الكهرباء فصلت اي حاجه من الحاجات ديت يبقى انا عندي ايه؟ بنحفظ اول باول. إيه عندي من السيف زي ما قلنا كنترول اس من الكيورد او من فايل اختار سيف. تمام، او عندي هنا هنلاقي فوق موجوده فوق هي ظاهره من البرنامج هنا في الجزء ده كده هلاقي كلمه سيف. عندي في سيف وسيف از. ده سيف از ديت انا بختار منها المكان. لو انا حفظت مره وعايز احفظ تاني الملف من اول وجديد ممكن اختار ايه سيف از واختار الملف من اول وجديد واختار له اسم جديد واختار له الكلام ده كله. عندي ال الحاجه اللي لما بيجي يسيف على طول بيسيف بالايه؟ بالامتداد ده. الباوربوينت العادي. باوربوينت برزنتيشن عادي. تمام؟ طب انا عايزه سلايد شو اول ما يشتغل عندي بسلايد شو على طول، يبقى نختار ايه؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت نختار من هنا. باوربوينت سلايد شو. اللي هي دي باوربوينت سلايد شو بي بي اس. تمام؟ كده هيجيب لي شكل السلايد العادي اللي هو اللي انا ما اقدرش اشتغل عليه. يعني لو دخلت هنا كده هلاقي ده كده اهو سلايد شو اللي موجود وده اللي انا شغال عليه. طيب ده كده اول ما بيفتح معايا بالشكل على طول اللي هو العرض على طول. اتكلم معايا هنا. تمام؟ انما ده لما بفتحه بيفتح معايا الشكل ده اللي انا هنسق فيه اشتغل عليه. طب هو ليه ما عملش؟ لان انا ما عملت السيف. طيب يبقى انا كده يعني شوفوا عشان الملف ده فتح على طول اهو. عشان ما كنتش عامل له سيف ما عملتش سيف للخطوات اللي انا عملتها ديت فما حفظهاش. يعني لو قفلت على كده وما عملتش سيف هيلغي كل الشغل اللي انا عملته. طيب يبقى كده بالنسبه لموضوع الباوربوينت. موضوع الفونت بقى خلي بالكم الخطوط اللي اتكلمنا عنها احنا قلنا هنبعت لكم خطوط، هنبعت لينك ان شاء الله دلوقتي نبعت لكم لينك فيه خطوط. تمام؟ هننزل اللينك هيكون مضغوط شبه ده، هفك الضغط من عليه. لازم يكون عندي برنامج وين رير، اللي ما عندوش بيقول لي انا ابعته له. بعد ما افك الضغط هلاقي الفولدر بتاعي شبه ده بالظبط اللي هو فين العرب فونت. بس الخطوط اللي عندي
طيب هو عموما الخط هنا هتلاقيه موجود هنا ده كده، هلاقي الفولدر ده انا حاطط لكم فيه حوالي اهوت 100 وشويه 200 خط ولا حاجه، هنسطب الخطوط دي الهقان ديت والخطوط العاديه بعملها بسطبها ازاي عندي على الجهاز، اعمل سيلكت لاي عدد منهم كده اهو واضغط كليك يمين عليهم واختار انستول. لما بختار انستول هنا انا بيقول لي خلي بالك الخط ده موجود، اعلم دي عشان ما اقعدش اعملها كل شويه، ممكن اقول له يس او نو مش تفرق. هنا ده في خط مش هينفع يتسطب مفيش مشكله، اعلم برده هنا واضغط كده هيعمل ايه؟ هيسطب لي الخطوط دي عندي على ايه؟ على الجهاز عندي. كده خلص تسطيب الخطوط، اخلص بحيث ان انا لما اجي اختار خط من هنا اختار اي خط هلاقي الخطوط دي عندي، انما لو سبت الخطوط بتاعت الويندوز هلاقي خطوط كتيره مش ظريفه يعني. تمام، هنبعت لكم اللينك ده ان شاء الله برضو تستخدموا الخطوط دي، لان زي ما قلنا الحاجات اللي منبه عليها تاني موضوع اللون، الالوان بتاعت الخلفيه بتاعت السلايد ذات نفسها يكون مناسب مع لون الكتابه، اللون الغامق يبقى اختار معاه لون كتابه فاتح. تمام، اختار صور احط صور كتير في السلايد بتاعتي، لما هتكلم عن حاجه مش هخسر حاجه لما احط صور. اختار عندي في الشيبس اللي موجوده دي تختار الاسهم والحاجات دي يا جماعه برضه بتسهل على الاولاد، والاشكال دي كلها بتبقى جميله خالص، اعمل سهم لما اجي اشرح حاجه. تمام، قلنا برضه نخلي بالنا بضغط على الشيفت لما اجي اشد خط او سهم والكلام ده كله، الالوان والحركه بتاعتنا دي بتاثر وبتشد ايه انتباه الاولاد بتوعنا. ده بالنسبه لموضوع الباوربوينت. حد عنده اي استفسار في موضوع الباوربوينت؟